صباحي بشعتني مشي في بالي دكتور سليمان. سيدي خويا يدخل لك هكا هو تعمل وريك باش يدخل حتى تضرب الضحك استنى استنى شوف عيني شو صباح الخير مدوزيل دلندا. صباح الخير دكتور سليمان. عندنا شي رونديفوات الصباح. اول رونديفو 9:30. تري بيان. مدوزيل دلندا تخلط لي فيشات البيرو تاعي. هذا دكتور. شبيك دكتور كالعادة حتى قاعد راقد صباح الصوم والبصل يا رب العم الله يهديك يا عمي الله يهديك بقراني رميته بالشباك. سيدي يكملها عادة التيرادة نتاعك قعدت تعايب فيها في غيابي. علاش سيدي خويا في غيابك كنت تفرج. ايوه قلت فمك معناتها انا فرجة نتاعك معناتها ها مش وقته الحساب تويك دلندا. أول رونديفو وقتاش عنا الصباح؟ 9:30. تري بيان، اسمع، أنت تقعد في بقعتك لهنا وما تتحركش، داكوردو؟ تضحك، ترى فيه جا وما تقوليش؟ أنا مفقت بيك كان في الصالة، وبس ما عرفتش كيفاش نقول لك. يا باهي. إيه، وين ماشي؟ كان يخرج وما يلقاكش إلا ما. إلا ما شنو؟ إلا ما شنو؟ نخرج نمشي حتى بعد باجي أنا. واه يا ولدي مريتوش قداش ما تغشش كان تسمع كلامي ما تحركش من بقعتك. شنو انا باش نقعد محصور انا هوني نحب نمشي نشرب قهوه. تفك عليك اسمع نزلت كي طيبت قهوه تحبش نصب لك قهيوه؟ صحيح كي قلت قهيوه القهوه بتاعك انت انا ما تفيقنيش منه انا يلزمني قهوه نتاع رجال الكلمه اللي يجيبها الباجي في الترموس. يا ولدي فك عليك باهي الاخر استنى يدخلوا باسيون هكيك تعرف اللي عندك ربع ساعه قبل ما ترجع للساله. زعما ددو باهي اوكي ما نصبر دوبا يدخل المريض ننطر انا نمشي نشرب قهوتي بعد الباش. دلندا وي طيب لي قهوه؟ اي حاضر دكتور. تحب نعمل لك انا؟ لا 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 لا, لا ما تعمل لي حتى شيء انت عايشك يزي ما عملت لي انت عملت لي اللي ما يتعملش وزيد توا نشرب قهوة من يديك يمكن لما بتحنا تسكك. اسمع وكيما تفهمنا من بقعتك ما تتحركش. متحرك 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 وريني ايش تعمل متحرك شكرا. السلام عليكم. جيت الحمد لله الحمد لله يدخل ادخل في ساعه وكان بيبي يستنى فيك الطفله تتخلط لك الفيشه يا ودي بشوي ساعه ادخل مرحبا يا ودي ادخل يا توا الواحد يمشي يعمل قهوه عند الباجي ايوه حول ولا قوه الا بالله اخو اخويا السيد اللي دزني ما خليليش الفرصه حتى باش نقول ولي انا جاي نعرف عرفها اقعد 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 بارك الله فيك تعاود تجيك الاسيستونت نتاعها العرافه هكا انت دكتور تفضل قهوتك. ميرسي ميرسي ميرسي. بون مش وقت شويه توا قدام العباد اما توا نوريك اسمع انت ما صبر ولا ما تحركش حفظت سي سا تري تري بيان وعلى السالدي وعلى ايش باش نعمل لها هذي توا واه يا اخي ما زلت هوني ماكش ناوي يا ليلى تتفقد الصاله تماش كليون جي بسم الله المانع الستار انت هاي في ليله ولات قد كعبت العوينه يا بنيتي ريت ما هو نانا عمال تكبر وتحمر وبالزر وقت اللي قربت الخطبه نتاعي مسها شوفها قداش ولات يابسه لا 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 مصدقتك مصدقتك هاي برا 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 نمشي نشوف لك ليونه جي وشي هاي هاي امان نانا تحبني نخرج بالحاله هذه بربي شعمت لك وش بيها حالتك هكي في العاده كي العاده والحبه اللي في خشمي ايه بربي يزيني غيرك عايش ومتهني وفرحان وبلاش قشام جملة أمان نانا واللي تتنقصص عليا لا والله مش عليك أمان نتخيل بأسبوعي إيش باش يقول كيف يراك يقول ملكين حب لربي ويقول حاجة أمي فضيلة شبيك وحدك أما خير وحدي ولا حبايا حد يحم فيا
شنو هي ذيك؟ هذه جيب متاعي جبتها من حوايجي القدم، حلوه مش هكا؟ هي تنجم تقول، اما يظهر لي فيها مشكل الطول. صحيح فيها مشكله في الطول، على هذيك جبتها، نحب النقص فيها. تيرا ظهرت لي قصيره. هي حصر على لموضة الطول، توا كل شيء خارج في القصير، مراول قصار، جينات قصار، جوبيت قصار. تقصر لي فيها شويه. اي جلس صحيح، وانا نقول هالزياره ونياره لازم وراها قضيه. بربي على شكون تحبني ندلل؟ ما على حماتي العزيزه ربي يفضلها لي ويطول في عمرها وعمر ماكينه الخياطه نتاعها. يا لله يا لله على لسانك، قداش يولي يغزل الحرير وقت اللي تبدا صبعك تحت الزرصه. هكا يا مي فضيله، انت كان جيت نعرف نستعملها ماكينه الخياطه نتاعك تراني خيطت وحدي. هاي هاي فرصه، اقعد وتعلم. انا هاي ما دامك فضيت شغل هالصبيح حتى ونعلمك. لا عاد خبط سيقك، ماكش محلقه في الحانوت نتاعك. كي تقعد على الماكينه استوي ظهرك، ساقيك قدم ساق القدام وساق التالي، حط يدك على هذه تبدا تخيط. زعما في العمر هذا باش نتعلم؟ في العمر هذا كارك تعرف تخيط وتطرز وتشبك وتسمر المضارب وتعول. يا عزة قد بنتك حافقه خير منك ومقديه. هذا عزة قاعده في الدار مش كيفي. صحيح عزة قاعدة في الدار، أما أنت كيركة في الدار. وي دكتور عيط لي؟ وي 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 عيط لك. أبروبو بالله يا دلندا، سي زاهي، سي زاهي ما تذكرش آخر مرة وقت جانا؟ سي زاهي؟ ليه؟ أما تنشوف لا جوندار ونقول لك. لا لا راهو سي با يرجعوا في عقلك. حقا دكتور. وي وي. سي فريد نتاع 9 ونص كلمني اعتذر وقال باش يوخر شويه. باهي خرق العاده، سا طوم بيان، حتى انا زاد عندي رابور يلزمني نكملوا توا توا. سي لمجد اي تفضل معايا، نانا تستنى فيك. الحمد لله عليك يا اللي كي تفكرتي. عزوزتي انت وينك ما طليتش من الصباح؟ تشديت بالقضيه. واه شبيك حاطه يدك على وجهك؟ ما تحبش ترانا؟ اللي اما راسي يوجع فيا. راسك يوجع فيك؟ تحبني نمشي نجيب لك زوز حرام باش تعرسنا عند القلايدي؟ ما يبيع في الدواء صبر. لا لا ما يسالش اسبوعي، توا نهارين ولا ثلاثه ونرتاح. انت كيفاش عاد ميساج ونجي منه توا؟ اسمع الحربش هذوما باهين لو جاي على الراس. يعيشك دلندا. خلينا نمشي نجيب لك كاس ماء. بالله نحب نعرف يا سيد، تري باش تشوف هالعياده التلفزيونيه نتاع حضره جنابك. نعم سيدي، وانت ربي ما عطاكش الصبر، لا يزي قبيله تعمل لي مشاكل مع عرفي، توا تدخل في امور بيني انا وخطيبتي، ما تراش فيها مريضه. ولا شي يهمني في خطيبتك وفي وجاي على راس خطيبتك. سمعتوه؟ اش بدي المراه؟ اوه عليك، اوه ريتها هذه. وين تحب هذايا؟ في خشمك؟ في عيني؟ يا زيد شي توا قدامك ماهو؟ ريتو ماهو كي تهد عليا؟ هاني ما جبتوش باللازم انا ما نشكي بك ونعمل فيك عايضه ونوريك. اعمل مقال كامل كانك عليا، انا اعطيني فرشك توا وبعد برشكي. بالله بالله ما تعرفنيش انا شكون؟ كان جيت انت شكون راك ما تجيش لهوني؟ ابعد ابعد عزوزتي، الدمانه هذه نفقعوها انا وياها. يا زيد توشي من المشاكل توا. ما بدو خيط عزوزتي شبيه خشمك قرصتك نحله؟ نحله؟ تصيب عليا في العسل؟ يمهو الكل من عمايلك، كل ما انت تركب للغزول كل ما هي تزيد تكبر وتهمام. سي لمجد تفضل معايا. تعرف انا كنت جيت في بلاصتها باللازم انا نفلتك، والله مانيش كيفك. وخرج 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 بربي قلت وانا سقطت لها باش تتغش. يا مهبول انت ماك تعايب فيها اخي، ما تعرفش اللي المراه ما تحبش الراجل كي عايبها اي سختو كي يبدا خطيبها. تقول انت على خاطرها بخشمها؟ اي بخشمها، وزيت عدا توا بالحبه هذي ولات بخشم ونص. تفضل ادخل سي لمجد، هاني خلط عليك تفضل. بارك الله فيك. عسى اسمع بكري عندك الحق راهو على الحبه. اي
حتى وكنت تنحى راهو يحب لها ثلاثة ولا أربعة شهر باش بقعتها تتمحى. وعليا وعلى السعدي ناري على روحي، اش باش نعمل توا؟ أنا يظهر لي نوخروا الفاتحة بعد الصيف. زعما؟ إي، وزيد خالك عنده الحصيدة والسناقل وصابة، أشكون يعرف أموره تتنفنف وينفنفنا وينفنفك معاه؟ نانا انا بديت نشك فيك، لي انت ما تحبنيش نعرس بالعاني باش نقعد بحذلك لهنا. بالعكس انا اش قولك نعملوا الفاتحه ليت 27 هاو سيد رمضان عادك بيجي. كان تحب توخرها الخطبه وخر، كان كعليين قلبي برد هكا كان حبك. وزيد في سيدي رمضان ما عنيش برشا كليونات، اتوا نعطيك نهار كونجي للخطبه بتاعك. زوسي شبيك؟ اش تحب عندي؟ متغشى زوسي بدك معك هكا لعب البهيمة مع الخرشف، شبيني انا نفدلك معك على كرشك ولا على صلعتك؟ بي سمعك ما نقولنا سمعني. وزيد انت كيف اللي ظهرتي تحبني على زيني وعلى ستيلي مش على مخي وعلى طبيعتي. بالعكس عزوزي نحبك كلك على بعضك، على وجهك على عينيك على فمك على خشمك. لازم تفكرني، مش قلت لك خشمي ما عادش تجبد عليها؟ باه باه حسب كلمة تذين خشم ما عادش باش نقولها قدامك لا لين ولا شيء. صباح وانت يا عزوزتي هذا شو تعبني على ستيلي ولا على مخي؟ ما نعرفش على ستيلك صعيب شوية، وعلى مخك صعيب ياسر. ما على طبيعتي انتي فك علينا توا، خليني نمشي لامي فضيلة حاجتي بيها. لا لا استنى ما نسيبك لما تحلف لي انت ما عادش متغشى. بيه صافي حليب ثبت اللي سمحتني. كيما قلنا سافا عاد ما صار شيء. بيعطيني بروفا باش نصدق. تحب على بروفا؟ بيه خلي جنات حيط لك راهو. أني جيت نانا. بربي قديش نقعد نعاود لك يا بنتي، تبع الغرزة تي هاني قاعدة نتبع. ما لشبين خياطة معوجة، جاب ربي جينا نجربه في طرف قماش مش في لبسة. هذيك من الماكينة متاعك ياسر أنتيكا يا أخي، لازم ندور بيديا ونستعمل ساقية. بالله ماكينتي أنتيكا هذيك مشرية عام 60 اللي يقلك لله، ورقة الجارانتي نتاعها ما زالت عندي. ايه الحق ما زالت في الجارانتي. زيد المعوج عمره ما يستوي. شكون المعوج؟ تقصد في انا؟ نقصد في خياطتك. امي فضيلة عزة هاني في بيتي، يدخل بنتي يدخل. صباح الخير. نارك دقلة وحلي. خير. شنية اللي فيه خشمك؟ ومسكينة مش يصير لها كيما بينوكيو. شكون بينوكيو هذا؟ قرا معاك في الباباسات؟ هيجا بنت هيجا هيجا خلنا نشوف. شفت امي فضيلة البارح في الليل صغيرة، اليوم صبحت كي الحمصة. تلقاك حكيتها وانت راقدة. يمكن هذيك علاش جيتك، زعما شنعمل لها؟ زعما نكويها لها. و تحب تخلي لها سيكاتريس في خشمها؟ تو بعد ما نكملوا نخطف روحي الفارماسي ناخذ لك بوماذا. ربي فضلك اختي زينب، قاعدين تخيطوا؟ هاني وميمتك من صباح ربي نعلم في زينوبة كيفاش تعين إبرة الماكين. أختي زينب بعد ما شابها زول كتابة. أولاً مازال ما شابش، أنا مازلت ما غلقتش 35، وثانياً أنا قريت في الميسيون اللي يقولك مش في الكتاب. ما تخوش عليها هذيك منقورة خاطر ما نجمتش تتعلم. يقولك مش لازم تنقص لي فيه جوب، أتو نهزو للتيرزي نتاع ماما. اختي زينب ميسيلش هيت عليك، قمر لي انت الطول وانا تنعمل لك العطفه. صباح خير. صباح خير.
عندي موعد مع الطبيب. كلمت قبيلة وقلت لك نوخر شوية. تفضل دكتور يستنى فيك. صبت انت جاي للطبيب؟ مش معقوله تدخل وزاد تطلع عندي جاي للعرافه ترصيني النكر في البخزه هكاك ومصرور في بلاصتي. لا يا لجنات نقول لك الحق ما عادش يساعدني. كل مره وين نجيك تبدا تمني فيا وتو الحقيقه ما ريت حتى جايره. يا خالجي فيها من راسي الفنجان والكات هذاك اش يقولوا؟ ايه هما يقولوا ومد هي اللي تقرا فيهم. معناها حسب الفصل الرابع ولا هو العاشر من مجلة اه ودي انا مجلة وانا سمارة شبيك ريت نخدم بالمجلات انا ماشي في بالك النقل من المجلات ونحط في الاسبوعيات يا لجنات نقصد مسؤوليتك القانونية في عدم توفير مكونات الادلاء الشرعي في الاحكام الجزائية يا ودي بس شوية مش خاطرك هو كاتب محامي وتحب تكوني بالهف انا قاعدة نقرالك كل مرة اما انت شكاويك برشا كثرت خبيت الكارتة على ما عامل الدوانة مع الناس شنو شنو؟ اي هذا آه ولا فلب هذا لا فلب ولا قطوس انا مثل ببكرة اسمع انا باش نعمل فيك عريضة من اجل التقصير في اداء العمل بتاعك والتطاول على حريف اثناء العمل يا سي لمجد يا سي لمجد راه عيب عليك الشيء اللي تعمل فيه راه تحب تسقط الدعوة امان انا دعيت بيك ازاي ديلا من غير ما تحاول انا باش نطالب بحقي حتى الاخر باش نزيد نعمل فيك مراسله للمكتب الجهوي نتاع منظمه الدفاع عن المسلح ما لبرشتي كمل اشكي نسلل القلوب على خاطر انا باش نحرش فيك الجماعه جماعه انا جماعه الجماعه اللي يقراوا معايا بالغلط جماعه بسم الله هاتوا نشوفوا التبهبير متاعك ونشوفوا كيفاش تنجم تشكي بيهم والا لا استناني نشوفهم الساعة تبعين انا دايرة وتو نوريك فيهم باللازم ما نعمل فيهم عريضة هما زاد صباح الخير بشبوش ماني قلت لك ما عادش تعيط لي بشبوش اوكي بشبوش اوكي يا باشي تعرف مو سرقت روحي بالسيف من سيدي خويا انت حتى دلندا تلفت بجي وعزة زاد ما يمشيش ربي يقول لي يا سيد جيمس بوند كنت عامل هالفيلم الكل باش تخرج عليه جيت قعدت وخليت نخدم على روحي برجرية باجي نعم كويس قوة ما كترموش البنين اسمع يا سيد انا ما يساعدنيش كل ما جيني تضربني شطر الترموس هذيك قهوتي ما هيش كما قهوة القهاوي امان باجي على جرد كاس يا خويا نوعدك منه هكا نجيب لك قرطاس من كل شهر يا سيدي خلي عندك قرطاسك جيت نطلب فيك ولا نطلب فيك زيد معاك باجي تحيت والله باجي ما نعرفش علاش قهوتك بنينة قولي بيجي كيفاش طيبة؟ هذاك سر ما نعطيه لحتى حد أمان بيجي خوك حتى حد تيراني عشيرك وصاحبك يا بيجي شو حتى عقبة من عرش طيبة معناتها صلاتك ما نسرقها لكش باه يا سيدي عندك الحق إلي يا سيدي ناخو البنك عبد وما نرحيش يو كيفاش طيبة من؟ نرفسو تحت صباتي هك تحت صباتك هذاك المسخ لا لا نفدلك عليك اما السر الحقاني انا ما كنت القهوه عمري ما نغسلها وساعات ما نحطلهاش ماء بتاع الزباله نحط لها الرغوه بتاع غسيل الماعون مش لازم بطلت عيفتي فيها القهوه الحمد لله هذا اللي كنت نستنى فيه بيش بيش انت ليه الحبه اللي طلعت فوق شمعزة حبه كبيره شنو كبيره بيجي دي تعمل قد كعبة البصعة هذاك ما يكون كان حب شباب مولا عزة متاعك شرفت هذاك علاش الحبة كبيرة عزوتي شرفت يظهر لك على كل حال دلندا هنيتني قالت لي تبرة ما تخليش بلاصة دلندا اش تفهم منه اجاني هوني انا عندي نسيبتي وقت مرا متاعي طلعت لها حبة كما تحكي انت اي صحيح بعد عمين طلعت لها بعد عمين اما خلت لها في وجهها بلاصة كي طبعا تاع الخباضة مسكينة المغبولة ولا تحط عليها سبارادرا خلت لها بلاصة يا ريتو بلاصة يا ريتو بلاصة يا سيدي الحبة عملت عروق والعروق سرح هي وكل عرق طلع حبة وكل حبة طلعت عروق يا حسينو ما نزيدش نخوفك وجه عزة بتاعك باش يولي كيما خريطة أحوال الجوية بتاع التلفزة مسكينة عزة مجبوش
تطلعش يعمل عليا بالعاني، تحب تعيفني فيها كيما عيفني في القهوة. عرفتك ما تكون كان هوني. هاي إجا في ساعة قبل ما يخرج الباسيون. يا زيد اقعد شوية هنا، أسبوع تيجا، إجا ها عز، وين وصلت؟ كملت. هاي يعطيك الصحة. ها وحز زينوبة جيت. هاي عز، أوذي قالك الفارماسيان نهارين وتنحي لك الحبة. ربي فضلك أختي زينب، قولي قداش يلزمك؟ 6000. أكلي مزيان، هي باش تاخذ عليك فلوس بيناتنا هو. ربي فضلك أمي فضيلة، وأنت زيد أختي زينب، وأنا هاني كملت لك الجوب قيسو. يعطيك الصحة، أتا نمشي لبيتي نقيسو. أول مرة تكلف لي عطفة ب 6000. أمي فضيلة، عندي ما نحكي لك على توخير الخطبة. توخير الخطبة؟ بلا سي فريد، حسب ما نفهم من كلامك ولا عندك كل ادمان على اللعب. ها لا ما ولاش عندي، من اللي صغير وانا الموت على اللعب. ايوا علاه هذا الكل على الفلوس؟ انا قلت لك نحب اللعب، الفلوس ما هي اللفاح باش نبوستي روحي. شنو تبوستي روحك؟ شنو تبوستي روحك؟ معناها نعطي روحي شحنه اضافيه باش نستحل اللعب مليح. بون هكا يقولوا نبوستي روحي. طيب هي اسمع، وكيف جاتك الفكرة باش تشوف طبيب نفساني؟ يا أخي ولا عندك إحساس بالذنب؟ لا، تخاطرت أنا واحد صاحبي 100000 100000 باش نشوفه إذا اللعب مرض نفساني ولا؟ إي، وأنت أشكال الاختيار بتاعك؟ أنا قلت ما ظهر لي. بالنسبة لي اللعب حاجة تجري في دم كل واحد. مثلا بنادم كي يتولد أول حاجة يعملها كي يحط خشمه في الدنيا، أشناهي؟ يبدا يبكي ويسيح ويمخط ويغرد. هذاك من الاول على خاطر ما يعشنه ولا يستنى فيه، لكن بعد ما يغسلوا له ويضرب لها ببرون كيما نعرف انا يدورها لعب. اش قال الدكتور؟ معناتها حسب رايك انت الواحد يبدا بالشقاشق والسيسات ويوفيها كيما سيادتك انت من كازينو لكازينو. بينجو هاك طلعت بينجو. وتلعب البينجو زادا يا دكتور؟ راي نلعب كل شيء، بينجو رمي بلوت رولات يا حتى كحلة حمراء. تعرف أنا بين قوسين نموت على البينجو. أبو تعرف ساعة ساعة في الصيف نمشي للوتيل ونزرف مع التوريست ونعديها الليلة كاملة نلعب في البينجو مع التروازي معاج. ريت باهو، قلت لكش اللعب حاجة جينيتيك. تعرف كان نسافر مرة مع بعضنا اللي من دورك في الكازينوات المهم الكل. قل عمرك لعبت في كازينو؟ لا لا أخويا، كازينوات أنا بخلاف الكازينو متاع القلوات متاع مكاكح ما نعرف حتى كازينو. لا نحكي لك على الكازينوات نتاع كوت دازير موناكو. لا لا عايشك، هذوما ماهم الجوي الحقيقة. تتخطرش 30000 30000 اذا كان تدخلوا معايا الكازينو فلوسك الكل تحطها غادي وتخرج فرحه. ايوا علاه المره هذه 30000؟ علاش مش 100000 كيما الاختار اللي عملته مع صاحبك؟ تماني حبيت تلعب بحق الفازيتا. شنو شنو باب تلعب بحق الفازيتا؟ تعرف وقت شو اقول لك انا العب قدام باب داركم خاطر لعب بعشية انا؟ لا سامحني يا دكتور، حاجه اقوى مني. والحب زيد اقول لك زاد حتى من 100000 خسرتهم. تعرفش علاش؟ على خاطر افكتيفمون اللعب مرض نفساني. زعما تتخاطرش؟ مش مشكل، خمم مليح وقل لي. هذا حس سليمان. عسلامة أمي. عسلامة عزة. عسلامة أخويا سليمان. وينك اليوم؟ شبيك ما ضرتش في الصالة؟ جيت نعاون في أمي فضيلة وأختي زينب. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. قل لي عزة، يا أخي مش تفهمنا على بلاصة العطفة؟ ظهر لي العكس كأنك حليتها. أمي فضيلة هي اللي قالت لي طول فيه شوية. أنا نعرف ولدي حروجي وما يحبش الباس المعتق، والعطفة ظهرت لي قصيرة برشا. إيه والفونت علاش خيط فيها؟ أمي فضيلة زادة قتلي خيطها. يا عبيد ربي، هذيك حلة وتتلبس ما عادش حشمة فيها الدار. سليمان يعجبك هكا؟ أسمع أنا ماك تعرفني، حكايات نساء ما نفهمهمش بتاتا. أخويا سليمان شاهية طيبة، نانا رايق قلب عليها الدنيا. ما هي شاهية طيبة؟ زوزتي مخدش بيعي كيلو الفريز. المفريز المفريز الفريز اللي زرعته في خشمك. أمان أسبوعي واللي تعاير فيا بيه أطلت فيني. تشبيه
زاد كيف كيف خدي جنات يا نهار فيصل ما حبوش تفضليك اش بيك لصقني ما ولا باس نقرا معاك نعم وهذيك شنو هي هذيك قرطاس حمص لا هذيك سيدي خويا بالسوري ما فيهاش تقطيع تاريخ النجوم نعم نعم وانا تعرفني نتبع الحكايات الفارغه انا ما نقرا كان الصفحات السياسيه قول لي سيدي خويا زعما شكون باش يربح السر اكاديمي كافر ولا جوهر يا ولدي وفين شبريق البير توا ها تسمعني يا اخي ما تحبش تفضليك زيادة لا مش انا ما نحبش تفضليك الضمار نتاعك انت ما يضحكش شنو هو كيف فضلك انا معاك تنبزني كيف تكلمت معاك سيريوت تدور علي وتطفيني وانت عمرك حكيت سيريوت نعم بابا تفضل احكي معي سيريوت احكي وتشوف بلاي بالله تحب تحكي سيريوت نحكي تحب تحكي سيريوت نحكي اي سيدي تفضل هاني نسمع فيك احكي نحكي سياسة وبتعمل العالم كل زيادة تريت ربيع تريت ما هو حطينا حويجي لابيل كل بسطها لو كنا نعاود نلبس قطعة منهم إلا من البيت الكل يفيقوا بيا نعم ليتجي بعفسة في اللاك وبربي بقديش 120 دينار بركة تي هذا عاد هوفار ونكمل نتسلف ما عندك البول ونورس ناخذ من عندها الساك وهايدا تعطيني البوت نتاعها ها اش قولك تخرج حتى مش نورمال ايوا معذره تو سيدي خويا حسب كلامك قاعدين يشعلوا في النار ما بينك اللي اسمهم شيعة واللي اسمهم سنة هي بلاش تدخل الكراد يا ودي انا كراد بتاعك الكراد حكايه اخرى علاش انا ما فهمتش وش عندك ما تفهم بربي وش عندك ما تفهم هي الحكايه هذه لا مفهمينها لا السنه لا الشيعه ولا الاكراد ولا البشمرقه شكون اللي بلاش برد هذا وبلي طلعوا زيد ما نعرفش فك علي هاي فك يا سيدي خويا انت ما تعرفش تقول ما عندكش تعرف اما سيدي خويا ما باهي يا سيدي اش تحب تزيد تعرف اخر باهي يقولوا طبعا سيدي خويا حكايه هذه الفرق ما بين الشيعه والسنه محسوب فهمته ما لوش يقدموا في ساعه وعلاش خلاو في سوم الجيش شنو شكونوا ماذم الشنوة شنوة؟ مش مدخل الشنوة في الحكاية؟ استنى يا أخي مش الشنوة صح وفي حاجة يا أخي سيبونه بالقماش باش يخيطوا بيه العوايش هذا يا لكور ملتي فيبر إيه وأنت من ليك الحكاية هذه؟ والله ما نعرفش أنا سيدي خويا أمان مفيد وقتنا نشري مريول مايد نشينا أنت كيف تو تقعد في رقبتي أنا ما عرفتش هل ندرى من الطقس ولا من الفيبر؟ يا ودي اش قاعد تقول تحكي بجدك؟ اي سيدي خويا مخي كله افكار ما عرفتش كيفاش نربط ما بيناتهم شوف شوف اسمع انا ما عادش نجم الاسئله نتاعك ها ووسع البال نتاعي ما يتفاهموش بربي سيدي خويا سؤال اخر برك ما عادش نسالك عايش كمان سيدي خويا التسونامي هذيا علاش جات في فرنسا ما جاتش في استراليا؟ با تسونامي في فرنسا التسونامي في فرنسا يا عمي امي احضرش الفطور راني ما عادش نجم راه باش تصير لي سورماناج اوه حق هذيا الكلمه هذيا بالذات ديما نسمعها زيدي خويا نحب نسالك عليها زعما هذيا السورماناج هذيا تو مرض شو بدخلك انت في السورماناج؟ انت انسان ملقح ضد السورماناج يا باهي بعدك الناموسه اللي عملت حالها في امريكا ما تعمل لي شيء شو تحكي على الشيكونغونيا؟ اي الشيكونغونيا هذيك هي قول لي ساعه ما تنجمش تجينا امبوسيبل ليش على بعد؟ لا على خاطر الناموس بتاعنا ما يقدو حد امي يا امي احضرش هالفطور علاش نقعد نهك البيم حاشا اسمك شو علي انا ما عندنا بيبه هذاك استقصد لا بيس استنى ما عمش يفسرني يا امي عمل لي كيما كنا صغار في المكتب انا انت ما تحبش تفسرني
لي دروسي. قال شنو دروسك انت يا ابجل تذكرها هذه؟ تو هكا امي شو تو هكا يا اخي نسيت نسيت كيما نقول لك انا سيدي خويا فسر لي هذه طفيني وما قعد لي حتى شيء ومعقدني ولا عمرك فسرت لي حاجه. هذاك علاش انا طلعت سطل وجرت كرسي عنده. والله عيب عليك يا سيمين، كل ما يحب يتعلم حويجه تبكيه هكايا وتحشم. شنو بابا ديما عاملين فيك يا راجل؟ قدك شي جونتي وبالك واسع، ربي يعطيك الصبر وبرا. يا لالا ما زعمك في تشعيل النار، لشكون طالعة؟ حق بابا مدامني متفكرة نقاشي فوقك 120 دينار قمرت جيب تقتل. لا لا يا لا، أنا فوقي السقف والثريا أكاو، وكانك عالجيب مدامها تقتل فك عليك، أنا مازلت حشتي بيك. بربي قولولي مش الجيب هكا أحلى؟ ها؟ شو؟ على نجيب بتحكي وهيش بقى منها؟ يا ماما تقتل سلفها لي أمان أمان عندي عشوية با ما ثماش خروج من الجيب هذية، وكلامي صالح ليكم انتو بزوز. ويا ماني كان شوف جيب دلنت يقتل لما قصر من هذا شوية. والله فكرتني أسبوعي فكرك في الشهادة. قل لي سي سليمان يا أخي حلال عليهم حرام علينا؟ ها؟ قبيلة وانا راجعة من الفارماسي عمال طلع على الصالة نلقى ليلة دالندا لابسة هي زادة جوب قصير. اش فيك ما تكلمتش وريتها حر يدك؟ هذيك لابسة تجي بها الخدمة. واش مدخلني فيها انا دالندا؟ اش مدخلني فيها؟ انا قاعدة نثبت اش قاعدة تاكل اش قاعدة تلبس، انا اللي يهمني خدمتها هكا. بالكش الميني يخرج على ليلة دالندا وانا ما يخرجش عليا. ها يا ربي يا ربي يا ربي، انا ما عاد فاهم حد شيء في هالدار، كل حد يجبد في الخطا ليه؟ يا نهارك اللي باش نترشق. سيدي خويا ظهر لي انت واختي زينب ومني كيما الشيعه والسنه. وانت شنو؟ كودي؟ لا انا سيدي خويا كيما تشيكين الشكشوكه نخرج سيدي تعطي.